أنتم في إستونيا قدمتم ما يزيد عن 400 مليون يورو كمساعدات عسكرية مباشرة إلى أوكرانيا، ما يزيد عن 1% من الناتج الإجمالي المحلي لإستونيا، لكن الاتحاد الأوروبي بأجمله لم يقدم سوى أقل من 0.5% من الناتج المحلي الأوروبي بشكل كامل. ما هي المشكلة في دعم أوكرانيا فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، سواء على مرفق السلام الأوروبي أو حتى على مستوى الدول الأوروبية بشكل كامل والميزانيات الأوروبية؟ علينا أن نذكر في هذا الشأن أن الاتحاد الأوروبي كان سريعا في هذه الإجراءات، وأنا سعيد ومطمئن أن نرى كافة التكريسات وكافة التعهدات بدعم أوكرانيا من جانب الاتحاد الأوروبي، ولكن كما يحدث في المعتاد نرى أن هناك بعض العوائق والعقبات، مثل خسارة بعض الحزم من الدعم والتي تقابل بعض العقبات لإرسالها إلى أوكرانيا من جانب الاتحاد الأوروبي بسبب بعض الرفض من المجر على سبيل المثال. نحن نساعد في هذا الأمر، نحاول إقناع المجر لإزالة حظر إرسال هذه الحزم من المساعدات، ولكن هذه ليست المسألة الأساسية. هناك بعض المسائل التي تتعلق بدول أوروبية مختلفة وكافة الحلفاء أيضا، حاليا هم يحاولون البحث في مخزونهم من العتاد والسلاح لفحص إمكانية إرسال المزيد. نعم، كما ذكرتم إستونيا كانت أحد الدول الرائدة في هذا المجال والتي سارعت بتقديم الدعم إلى أوكرانيا لمساعدة أوكرانيا في انتصارها في هذه الحرب، وقامت بكل ما عليها وخصصت حوالي أكثر من 1% من الجي دي بي الخاص بإستونيا وأرسلته إلى أوكرانيا، وعدد كبير ونصيب كبير من السلاح والعتاد العسكري الإستوني الذي أرسل إلى أوكرانيا بالإضافة إلى المستشفيات العسكرية والمعدات المختلفة. هذا ما نفعله، ولهذا نحن نحث كافة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وكافة الحلفاء من خلال مجلس رامشتاين بالإضافة إلى الولايات المتحدة إلى اتخاذ المزيد من الخطوات والمبادرات لتقديم الدعم اللازم إلى أوكرانيا بشكل تحالف لدعم المؤسسات العسكرية الأوكرانية. سوف نفعل المزيد ونستمر في هذا السعي، ونحن نرى أن هناك مصالح مشتركة لدى كافة الشركاء، ونحن على قناعة أن كافة الحلفاء والشركاء سوف يبذلون قصارى جهدها، لأنه لا يوجد أي خيار آخر لمساعدة أوكرانيا في انتصارها في هذه الحرب. نعم، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفقوا حول هدف واحد، هو إيصال 1 مليون طلقة مدفعية بحلول الربيع القادم. أنت حتى في اجتماع وزراء الدفاع الأخير ذكرت أنه لم يتبقى سوى 6 أشهر ولم يتم تحقيق هذا الهدف. إلى أين وصلتم في مد أوكرانيا بمليون طلقة مدفعية؟ إستونيا حققت نصيبها من هذا الدعم من المليون قذيفة. عندما نتحدث مع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي قمنا بتقسيم هذه الأنصبة وهذه الأرقام، ونحن بكل فخر نقول أن إستونيا حققت نصيبها اللازم من الدعم من القذائف إلى أوكرانيا، ونحث كافة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إلى الوفاء بكافة تعهداتهم. نحن نرى كثير من الخطوات الإيجابية. في البداية نرى أن الصناعة والقطاع الصناعي العسكري بدأ ينتج المزيد، ولديه أصبحت قدرات أكبر في زيادة حجم الإنتاج من هذه القذائف وغيرها من العتاد. ثانيا، كان هناك مقترحا على طاولة المفاوضات في مفوضية الاتحاد الأوروبي لزيادة الدعم المالي المقدم إلى المؤسسات العسكرية الأوكرانية وقواتها المسلحة حتى يصل إلى 21 مليار يورو. ثالثا، ما تناولته خلال الاجتماع وزراء الدفاع أنه لا بد أن ننظر إلى كافة الخيارات لإعادة تأهيل وإصلاح كافة الذخائر والقذائف والعتاد العسكري، وبالتالي إن كان لا زال هناك مشكلة لتحقيق هدف المليون قذيفة، لابد أن نكون مستعدين على أي حال لتدبير أو شراء من الدول الخارجية الذين لا يكونون أعضاء في الاتحاد الأوروبي. فبالتالي هناك الكثير من الحلول على طاولة المفاوضات، وهناك إرادة سياسية جادة لتحقيق هدف المليون قذيفة، ونحن على قناعة أنه بنهاية العام
سوف يكون لدينا منهج جديد في هذا الشأن.